بكم بحلقة جديدة من جهينة. نعرف أن الولد يولد وزنه يتراوح بين 3 و 4 كيلوغرام تقريبا، لكن أن يكون وزن ولد عمره 6 سنوات 92 كيلوغراما، فالولد تقيل فعلا، ويجب أن يعرض الولد على الأطباء المختصين. تعالوا معنا نشاهد هذه الأم تشكو من وزن ابنها جون ألي. السيدة ألي، جون ألي، هذا اسم ابني يا دكتور. ابنك؟ نعم. وأين هو ابنك؟ في البيت. وهل هو مريض؟ تقريبا. تقريبا؟ نعم تقريبا. ولماذا لم تحضريه معك؟ لأنني أشعر بالعار منه يا دكتور. تشعرين بالعار من ابنك؟ نعم. عجيب، هذه أول مرة أسمع فيها عن أم تشعر بالعار من ابنها. لو عرفت الحقائق ستؤيدني يا دكتور. أنا أفضل أن أطلع على الحقائق بنفسي لا على أمي المريض. أرجوك اسمعني يا دكتور. تفضلي سيدة علي، أحضريه حتى أفحصه. هل تريدني أن أحضر ولدا عمره 10 سنوات ووزنه 171 كيلوغرام؟ 171 كيلوغرام؟ نعم يا دكتور، ابني عمره 10 سنوات ووزنه 171 كيلوغرام. مستحيل مستحيل. إذا لم تحضر وتفحصه وتجد علاجا لزيادة وزنه فسيحل به ما حل بجون كريغ. وماذا حل بجون كريغ؟ ألا تذكر الفتى الذي ربح $1,000 في مسابقة أجمل طفل بنيويورك؟ لا 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 طبعا. هذا الفتى وزنه 411 كيلوغرام. 411 كيلوغرام؟ نعم يا دكتور، وهذا يذكرني بالرجل الذي لم أعرف أقل منه وزنا وهو روبرت هوغز. وماذا به أيضا؟ حاله مثل حال ابني، ولد ووزنه 5 كيلو 100 جرام، وصار وزنه 92 كيلو جرام وهو في 6 من عمره، وبلغ وزنه 171 كيلو جرام وهو في 10. وكم بلغ وزنه أخيرا؟ 485 كيلو جرام يا دكتور. يا إلهي، كم؟ 485 كيلو جرام وكان عمره 32 سنة. هل رأيت صورته يا دكتور؟ طبعا لا طبعا لا. أنا أحتفظ بصورته لأنني أخشى أن يتحول ابني إلى عملاق مثله. كانت استدارة جسمه 3 أمتار و10 سنتي. 3 أمتار و10 سنتيمتر؟ واستدارة صدره 2 متر و64 سنتي. يا إلهي، هذا يعني أن ذراعه أو صدره أطول من أي إنسان. استدارة ذراعه 1 متر كامل. يا إلهي، هذا رهيب هذا رهيب. أرجوك يا دكتور، إنني خائفة على ابني. حاضر حاضر. تفضلي. شكرا يا دكتور. تفضلي. وفعلا بلغ وزن جون ألي رقما قياسيا فوق وزنه وزن أثقل رجل في العالم. سمعتم أن وزن روبرت هوكس كان 485 كيلوغرام، لكن وزن جون ألي بلغ حوالي 513 كيلوغرام، وهناك رجال آخرون فوق وزنهم 400 كيلوغرام. فالأمريكي ميلز داردن كان وزنه 463 كيلوغرام وطوله 229 سنتيمتر. أما بين النساء فبلغ وزن الأمريكية بيرس واشنطن 399 كيلوغرام، والسيدة فلورا ماي جاكسون 381 كيلوغرام وماتت بعمر 35 سنة. اللهم استرنا من الزيادة والنقصان في كل الأمور.
فقد بلغ وزن سيدة مكسيكية وتدعى لوشيا زاراتي 2.215 كيلوغرام، يعني 2 كيلوغرام و215 جرام، وكان عمرها بهداك الوقت 17 سنة، وبعدين صار 5.90 كيلوغرام لما صار عمرها 20 سنة. يا رب عفينا. تصوروا انه رجال يتزوج من فتاة وزنها 2 كيلوغرام، مصيبة، او انه تتزوج الست من رجال وزنه 400 كيلوغرام. يا ترى شو هو السر بزيادة او نقصان الوزن؟ جهينة تعرف البدانة بانها كل زيادة عن المقدار الطبيعي للوزن، وقد سجلت في الادب الطبي ارقام قياسية عالية، الا انها نادرة، وقد قدرت بحوالي 400 كيلوغرام او 500 كيلوغرام. عادة يقاس الطول وتقاس سماكة سنية الجلد لتقدير زيادة الوزن وتقدير زيادة الشحوم في الجسم، ومنه تقدير مدى الخطورة للبدانة. تشكل البدانة مشكلة هامة في المجتمع المعاصر نظرا لخطورتها وانتشارها وتعنيدها على المعالجة. تمثل البدانة نسبة تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي نسبة عالية. هذه البدانة لا تخلو من عواقب نفسية وعواقب طبية وعواقب اجتماعية. تكسر البدانة في المجتمعات حيث يكون فيها الغذاء متوفراً، ومتوفراً حيث يحصل عدم توازن ما بين الغذاء الوارد والمستهلك الحروري اليومي اللازم للنشاطات اليومية واللازم للنمو. تتوزع الدسم الناجمة عن هذا أو المتراكمة إما بشكل متساوي أو بشكل محصور في أماكن معينة. أما فيما يتعلق بالنسبة للنحول فيقصد به عكس البدانة، وهو دائما أو غالبا يمثل حالة مرضية يجب مراجعة الطبيب من أجلها، إلا إذا كان الشخص يفرض على نفسه راتبا غذائيا معينا بغرض إنقاص وزنه. الأمراض المرافقة للبدانة. تترافق البدانة بعدة أمراض بعضها لا يخلو من الخطورة، ونسبة لشركات التأمين على الحياة فقد وجد على أنه البدانة الشديدة تترافق بحوادث الموت المفاجئ وفي خناق الصدر وضخامة العضلة القلبية وارتفاع التوتر الشرياني. هنالك أيضا مشاكل تنفسية ناجمة عن البدانة، فيوجد مرض يدعى بكويكيان أو تنازل بكويكيان الذي يتميز بنقص التهوية الرئوية والزرقة والميل للنعاس، وهو يرافق البدانة الشديدة ويستدعي معالجة سريعة وجدية. تؤثر البدانة أيضا على الغدد، فهي تؤهب للاستعداد بالداء السكري، وأيضا يحدث اضطرابات طمسية منها انقطاع الطمس وعدم انتظام في الدورة الشهرية. يوجد أيضا اختلاطات مفصلية مثل مرض النقرس والتهابات المفاصل والألام القطنية، بالإضافة إلى مشاكل مفصلية أخرى. أيضا تؤثر البدانة على الأوردة، فتؤهب لحدوث الأوردة وإلى الفتوق الحجابية وإلى الانتان الجلد بين السنيات وإلى الانتانات التنفسية. الأسباب. تنجم البدانة عن تراكم الفائض من الشحوم في الجسم، وذلك بسبب اضطراب التوازن ما بين الوارد الحروري والمصروف اليومي من الطاقة واللازم للنشاطات الفيزيائية المتنوعة. تراكم الأنسجة الدهنية كما ذكرنا يتوزع أما بشكل متساوي أو بشكل محصور في أماكن معينة. لا نعرف العوامل المنظمة لثبات الوزن عند الإنسان، إلا أنه يقع تحت تأثيرات متنوعة. نذكر من هذه التأثيرات الغناء أو غنى الغذاء بالدسم، قلة النشاط الفيزيائي، والعوامل وراثية وعوامل غدية وعوامل نفسية. المعالجة. يوجد للمعالجة عدة بنود، نذكر منها الحمية، تعديل نظام الأكل، والمعالجة الدوائية،
والمعالجة الجراحية والتمارين الرياضية. لنبدأ بالحمية. تعتبر الحمية أفضل وأأمن الطرق لمعالجة الحمية، لمعالجة البدانة، وعادة تحسب حسب الوارد أو حسب متطلبات الجسم للطاقة، إما عن طريق جداول خاصة أو بواسطة تقدير الوارد للجسم من الحرارات، الوارد الطبيعي اليومي، وإنقاص المطلوب حسب الوزن المثالي الذي يرغبه الشخص. فقد ثبت على أنه إنقاص في الحريرات يعادل 500 حريرة في اليوم يعادل نقص في الوزن يقابل نصف كيلوغرام في الأسبوع. ينصح بالغذاء المتوازن الذي يجمع بين كافة العناصر، ولا ينصح بالغذاء الوحيد الذي يعتمد على مصدر غذائي واحد مثل حمية الموز وحمية الجريفون. يجب إضافة الفيتامينات والمعادن الضرورية للحمية. ينصح أيضا بالإكسار من البروتينات والخضار، ولا ينصح بالإكسار من السكاكر والنشويات. تعديل نظام الأكل. يجب الابتعاد عن المنبهات للشهية مثل مراقبة التلفزيون أثناء الأكل والإعلانات، والإقلال من سرعة الطعام والتركيز على الوجبة بحد ذاتها. وينصح أيضا بالأكل في مكان واحد. لا ننصح بالحمية المطلقة نظرا لأخطارها. فيما يتعلق بالتمارين الرياضية، من المعروف أن التمارين الرياضية تؤدي إلى استهلاك الطاقة الواردة عن طريق الغذاء، وينصح ببرنامج مدروس ومنظم، ويزاد الجهد بالتدريج. أفضل الرياضات هي المشي، وينصح بمشي على الأقل نصف ساعة كل يوم. لا ينصح بالتمارين الشديدة وخاصة في البدانة المفرطة، فهي على العكس خطيرة. المعالجات الدوائية وينصح بها في البدانة الشديدة، وتطبق بإشراف الطبيب وتراقب أيضا بإشراف الطبيب، مثل المعالجة بهرمونات الغدة الدرقية والأنفيتامين. المعالجات الجراحية مثل إجراء تداخلات جراحية على المعدة وعلى الأمعاء، وأيضا إيساق الفك، وهي أيضا لا تخلو من اختلاطات. فينصح إذن بمراقبة المنتظمة للوزن، لأن أي انحراف عن الوزن الطبيعي يمكن أن يؤدي إلى مشكلة طبية هامة تستدعي مراجعة الطبيب. مبروك إجاك ولد. ما أن يسمع الأب هذه الجملة حتى يقفز من مكانه فرحا ويرقص طربا ويقبل المهنئين ويعطي الحلوان والبشارة للمبشرين نقودا وبوس كمان فوقها من العيون. مشهد يتكرر في الحياة اليومية وفي المسلسلات والأفلام السينمائية، وطبعا لا نشاهد نفس المنظر إذا ما بشر الرجل ببنت أو إذا كان هناك غلط في النمرة. شكرا يسلم وديك. أهلا وسهلا. أهلا، كيف حالك؟ الحمد لله ماشي. خير؟ في شيء بك؟ والله مرتي بتولد وأنا قلق جدا. إن شاء الله بتقوم بالسلامة. الله يسلمك، الله يحفظك. طيب يعني افرض إجا ابنك مثلك. لا الله يخليك، لا بديش ابني يطلع مثلي. الله يخليك. لا ليش؟ شو مالك؟ خايف يطلع اصلع زيي. طيب شو بدك تسميه؟ شعراوي. رائب وزنك عزيزي المشاهد دخيلك، الزم الوسط في كل الامور خصوصا بالاكل. ما تخلي وزنك يكون 500 كيلو يعني نص طن ولا 2 كيلوغرام. ليس بالضرورة أن يكون وراء أي حلم سبب مخزون في اللاشعور، سبب نفسي عميق، صراع بين الأنا العليا والأنا السفلى. أحيانا بيكون سبب الحلم بسيط جدا جدا وما بيخطر على بالك.
تفضل تفضل بس روح روح سكر الباب الاول يا زلمه. نسكر سكر الباب انت. لا روح انت سكر الباب، انت اقرب للباب سكر. ليش اخوي انا خدام عندك؟ روح سكر الباب انت. مش خدام بس فيهاش اشي مشان نعرف ناكل، سكر الباب. روح سكر انت، ليش ما تسكر الباب انت؟ بعدين طب اقول له اول واحد فينا بيحكي اول كلمه هو اللي بسكر الباب. اتفقنا. العافية يا شباب. بويا معاي كل الألوان عدم المؤاخذة، كل الألوان معاي، أصفر وأحمر وسكني وأزرق وأصمر وليلكي، كل الألوان معاي. حدا بحب أترش له؟ بردوه. العافية. ما يكونوا مش بني هدمين مثل الأصنام. يا شباب هون دامهم شوربة. طب قولوا تفضل عيب قد مكان يعني. عدم المؤاخذة يا شباب، ثلاث أيام يعني ما ذقتش بعد إذنك أدوم. بعد إذنك بلشوا يتحرك. هذا عدم المؤاخذة دورة دورة واحدة. اتفضلوا زاكي. يا سلام أزكاها، يا سلام يا سلام عليها نعنع. هنا والشفا بالشفا. شكرا. ما حدش بده يطرش، ما حدش بده يدهن. طيب يلا يخلف عليكم يخلف عليكم، بكرة باجي برضو بتغدى. يلا يعطيكم العافية. يلا كل الألوان كل الألوان يا والدي، عدم المؤاخذة كل الألوان. عجبان هيا اشرب الشربة كلها. انت اللي لازم تسكر الباب. النكتة زبدة المواقف المعقدة للتنفيس عما يختلج في النفس من غليان. والرجل النكتي أشبه بفيلسوف يلطف من سماجة الروتين ويخفف من ثقل دم المصاعب وحرقة المآسي الميلودرامية. ياي شو بحب الناس اللي بينكتوا. ياي هلا يا مطعم مطعم. ايه وشو هذا؟ مش حد بيرد. قلنا مطعم مش حد بيرد. وقلنا ريم شلفش حدش بيرد. باين بهذول ما يحكوش لا عربي ولا انجليزي. اضربي رقم 8. ها ما تقول سمعني بالأول شراب. هلو هلو مطعم أبو طعم. روم سيرفيس يس بليز. أبو طعم روم سيرفيس يس بليز. إيه إرشوكوا عراي خيو وشو ها؟ نعمات. وهذا شمك ولا بقابيتك خيو؟ أنا الشيف جمالات. والله والنعم خيو. اسمعني يا أخوي، ودي نتعشى باغتنا خيو. نعم مدام، إيش بيحبي أنت توكلي؟ ها؟
اللي بدك بارك خيار. ما عنا اسم هذه الطبخة. نو نو. قضي على كيفك خيار. في كل شيء عندنا، روستو، بوفتيك، كباب. أنا بفضل الشيش كباب لأنه مال تركيا. شيش كباب منها؟ ها؟ بحب أكل؟ ها كيف عندك خيار؟ ها؟ وش؟ كيف واحد بيسافر تركيا؟ اللي بيسأل ما رضي يا حبيبي ولده. الضحك ظاهرة إنسانية لا شك في هذا، وحتى بعض الضحكين أحبوا أن يداعبوا الإنسان فيعرفونه بأنه حيوان ضحك أيضا، فضلا عن كونه حيوانا ناطقا. وقد شغلت ظاهرة الضحك البشري عقول ودراسات الكثير من المفكرين عبر التاريخ، وكلهم كان يحاول أن يجيب على أسئلة محيرة. لماذا نضحك؟ ماذا يجري فيزيولوجيا عندما نضحك؟ وما الذي يحدث على الصعيد النفسي عندما نضحك؟ وما هي وظيفة الضحك؟ والتقسيم الكلاسيكي للحالات الشعورية يقول إنها حالات إدراكية أو وجدانية أو نزوعية. ونستطيع أن نقسم مواقف هؤلاء المفكرين والفلاسفة بحسب تأكيدهم على جانب من هذه الجوانب الثلاثة. وعلى سبيل المثال مثلا نستطيع أن نحسب كل من الفلاسفة لوك وكانت وشوبنهاور وسبنسر في عداد المفكرين الذين حرصوا على تأكيد الجانب الإدراكي في الضحك. أما ديكارت وهارتلي ومكدوغال مثلا فمن الباحثين والفلاسفة الذين أكدوا على الجانب النزوعي لهذه الظاهرة. أما فرويد مثلا فإنه يؤكد هذه الجوانب الثلاثة معا، الجانب الإدراكي والسلوكي والنزوعي، لأنه يقسم الفكاهة والضحك إلى أنواع ثلاثة هي الكوميديا، المزاح والتفكه، وهي تقابل الإدراك والوجدان والنزوع. لكن الصعوبة الأساسية تكمن في السؤال لماذا وما السبب الذي من أجله يعبر السرور والفرح عن نفسه بلغة الابتسام والضحك. على هذا السؤال تعددت إجابات كثيرة، ونستعرض على سبيل المثال إجابة سبنسر الذي يقول إن الضحك ليس إلا طاقة فائضة تعبر عن نفسها بالفرح أو بالضحك. فهناك طاقات متراكمة في النفس، النفس تريد أن تتحرر منها فتطلقها بهذه الصورة. توماس هوبز مثلا يقول إن الأصل في الضحك هو شعورنا بالتفوق والامتياز، أو إننا نضحك لنؤكد أننا متفوقون على الآخرين ومتميزون عنهم. لو بحثنا حول فوائد الضحك في الحياة وماذا يحققه للنفس الإنسانية لوجدنا أيضا فوائد كثيرة، منها أن الفكاهة والضحك تسمح بضروب من الاسترخاء النفسي والراحة من الضغوط الثقيلة التي يحققها أو التي تتوفر في المحيط، عادة في المحيط الخارجي للذات الإنسانية. فهذه الراحة توفر للإنسان أن ينطلق بعدها لمزيد من العمل ولمزيد من مجابهة الألم. وفي هذا مثلا يقول فولتير إن لم تبق لنا ضحكاتنا فسيشنق الناس أنفسهم، فويل للفلاسفة الذين لا يبسطون تجاعيد وجوههم. ومن فوائد الضحك أيضا أنه يقوم بدور إنكار الواقع بحسب نظرية فرويد، إنكار الواقع المؤلم وتجاوزه والتغلب عليه للاستمرار في الحياة
وفي هذا يقول إن الفكاهة تؤدي لنا دورا أساسيا وهما في حياتنا النفسية، إنها واحدة من الطرق البشرية الفعالة التي ابتدعها الإنسان للتهرب من قسوة الألم، ولكنها تتميز عن بقية الطرق بأنها تنطوي على جانب أخلاقي يتمثل في كونها تحررنا وترفع من مستوانا النفسي، وهي من ثم أداة فعالة للمحافظة على صحتنا النفسية. إذا ما رمت معرفة وعلما فعند جهينة الخبر اليقين. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من جهينة. ما تنسوا جهينة؟ إذا ما رمت معرفة وعلما فعند جهينة الخبر اليقين.